بنرحب بحضراتكم من جديد. موعدنا اليومي من خلال هذا الصباح للتعرف على أهم العناوين والمواضيع والمنشطات اللي جت في عدد من صحف القاهرة الصادرة اليوم، ويسعدنا أن يشاركنا بالرأي والتحليل في هذه الجولة الصحفية الأستاذ صبر الجندي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. بنرحب بحضرتك. صباح الخير. أهلا وسهلا. نور. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنتم طيبين وكل المصريين طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. يعني اسمح لنا نبدأ طبعا من جريدة الأهرام، يعني إعادة تشغيل المصانع المتوقفة تدريجيا محلب لعمال مصر، طموحات الرئيس للوطن كبيرة وسيحققها بكم توفير آلاف فرص العمل خلال الفترة المقبلة. يعني ممكن احنا داخلين على عيد العمال خلاص 1/5 ان شاء الله، يعني احنا عندنا عيد النهارده لاخواننا المسيحيين. تمام. بالظبط. عايزين نقول لهم ونقول لكل المصريين كل لحظة واحنا طيبين. تمام. احنا كل ولاد مصر، يعني بغض النظر عن مسلم او مسيحي، كلنا طيبين ومصر طيبه ان شاء الله. تمام. يمكن استاذ صبري يمكن كان عندنا مشاكل كتير في المصانع، يعني صراحه في حياه المصانع، في مصانع متوقفه، في مصانع سرحت العمال، في يعني ما فيش فرص عمل، يعني مشاكل كتير في القطاع ده تحديدا. يعني المطلوب ايه من الحكومه دلوقتي اللي هي توفير فرص عمل، المصانع دي نحل مشكلتها ازاي، العماله دي ازاي كمان نضمن حقوقها وما يبقاش تتحكم فيها رؤوس الاموال وتتحكم في العماله الموجوده يعني كمان. خليني اقول لحضرتك انه ليس بس في قطاع الصناعة في مشاكل. تمام. مشاكل في كل حتة. تمام. وأول طريق لحل المشكلة هو الاعتراف بوجودها. الحكومة تعترف منذ سنوات بوجود مشكلة في مصانع متوقفة، وكل وزير، يعني منير فقري عبد النور وزير التجارة والصناعة من يوم ما جه بعد 25 يناير وحتى هذه اللحظة بيحاول أو بيقول أنه بيحاول يحل هذه المشكلات. المشكلات دي معقدة، منها مشكلات مع البنوك لأنه الناس خدت تمويل ومش قادرين يسددوا، منها مشكلات في العمالة نفسها، كفء، العامل الكفء مش موجود، العامل نفسه بدأ يبقى له مطالب بعضها مشروع وأغلبها غير مشروع في الظروف اللي حصلت بعد 25 يناير. نعم. أشياء كثيرة جدا خلت التضخم، خلى السلع أقل من قيمة الفلوس وبالتالي في تضخم، كل ده أثر على الإنتاج بشكل عام، منها الإنتاج الصناعي. فالحكومة عندما تعد، يعني أنا عايز خطوات، يعني كنت أحب السيد رئيس الوزراء يقول لي أنه إحنا عندنا مثلا، يعني الأرقام متضاربة، عندنا كم مصنع متوقف، أسباب التوقف إيه، تم معالجة إيه، تم يعني إصدار تشريعات أو قوانين أو تعديل في القوانين عشان نحل إيه. لكن الكلام الطيب الجميل بتاع المهندس إبراهيم محلب اللي بيقوله دايما إحنا سعداء بيه، لكن احنا عايزين نشوف على الارض ترجمه لهذا الكلام. دي واحده. الثانيه، الرئيس محب وعنده طموحات كبيره، يعني طب هو الرئيس لوحده المحب واللي عنده طموحات؟ ما كلنا بنحب البلد دي وكلنا عندنا طموحات، لكن الرئيس لوحده مهما كانت نوايات طيبه واخلاصه مش هيشتغل لوحده طبعا. يعني أنا بقول كتير جدا حتى في هذا المكان قلت قبل كده، ما ينفعش نقول له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كل واحد يقول الحكومة، احنا عايزين الحكومة كذا، يعني واحد آسف يعني يرمي الزبالة في الشارع اللي هو ساكن فيه وبعدين تيجي كاميرا تصوره واقف جنب الزبالة أقول لك شوف الزبالة، طب مين اللي جاب الزبالة دي؟ ده بيرميها في العمارة بتاع اللي هو احنا والدولة مسؤولين طبعًا عن 90% من المشاكل اللي احنا بنشتكي منها. صحيح. تمام. طيب في نفس الإطار اسمح لنا أستاذ صبري ننتقل إلى جريدة اليوم السابع، ومنها نقرأ محلب يعلن توفير آلاف فرص العمل في مشروعات المؤتمر الاقتصادي، رئيس الوزراء بيصرح عقد لقاءات دورية لتجنب الإضرابات العمالية. طيب شقين فيما يتعلق بقى بالنجاح المبهر اللي شفناه للمؤتمر الاقتصادي، الناس بتتساءل متى سيتحول هذا النجاح والأرقام اللي تم الإعلان عنها والمشروعات إلى واقع ملموس على الأرض توفر فرص عمل. تاني حاجة بقى موضوع الإضرابات العمالية وبالفعل التزام الحكومة بعقد لقاءات بشكل مستمر ودوري مع العمال لمعرفة مطالبهم والتعرف بشكل يعني قريب عن أوضاعهم لتجنب أي إضرابات عمالية في المستقبل. طب الجزء الأولاني من الخبر برضو كلام مرسل، السيد رئيس الوزراء آلاف الفرص، هو هيبقى فيه آلاف فرص بس ما حدش قال لنا المشروع الفلاني اللي هيبدأ مثلا يعني يوم كذا
عشان ينتهي يوم كذا هيستوعب كذا عامل وفني وموظف، وبالتالي لو احنا عندنا 10 مشاريع كل مشروع مثلا يعني هيستوعب 2000 بطريقة محددة ومعلنة، يبقى احنا عندنا 20,000. يبقى احنا نقول انه المشروع الفلاني هيستوعب كذا فرصة، لكن احنا هذه كلها اتفاقات إطارية. يعني الناس فاهمة انه احنا دخلينا مثلا 100+ مليار دولار قيمة الاتفاقات دي، مجرد اتفاقات. يعني العاصمة الإدارية الجديدة اللي هتتكلف في مرحلتها الأولى 45 مليار دولار، يعني حوالي 300 وشوية مليار جنيه مصري، لم ينتهي بعد التصميم. ده دلوقتي الشركة الإماراتية الشقيقة تعكف على إعداد المخطط العام للمدينة. يعني هذا المخطط العام شوف هياخد كم شهر، بعد كده المخطط التفصيلي هياخد كم شهر، ثم نبدأ. علينا أن نقول للناس عشان ما نعيشهاش بوهم. يبقى في جدول زمني لكل حاجة. لا لا، نقول لها أنه الفلوس اللي جت دي عبارة عن كذا وكذا، دي اتفاقات على مشروعات سوف يتم القيام بها. تمام. المشروعات موجودة، الناس اختاروها، لكن في دراسات للمشروعات دي. افرض أنا كدولة يعني عامل مشروع وعامل دراسة، المستثمر الذي جاء لهذا المشروع هيعيد دراسة من جديد، يقولولنا هتاخد كم شهر إعادة الدراسة، يقولولنا هيشتغل بالدراسة بتاعة الدولة، يقولولنا هيبدأ إمتى يشتغل وإمتى ينتهي وفقا لجداول زمنية محددة في الدراسات دي، يقولولنا. يعني إشراك المواطن، سياسة إشراك المواطن في كل ما يتعلق لسبب بسيط، لأنه المواطن نفسه. أنتم فاكرين بعد 25 يناير قعدنا نحسب 70 مليار المزعومة اللي كل واحد فينا هياخد كام؟ يعني ولو احنا 70 مليون على 70 مليار يبقى كل واحد هياخد مليار، يعني حاجة كده يعني. فتخيلي حضرتك الناس طيبة والناس عايزة كل حاجة، وده حقها طبعا. احنا حقنا أنا وحضرتك وحضرته إن احنا نعيش حياة كريمة، ومواصلات وصحة وتعليم وكل ده حقنا، لكن برضه حقنا لازم نشتغل. طبعا طبعا طبعا, طبعًا. يعني ده الجزء الاولاني. تمام. الجزء الثاني بقى اللي هو عقد اللقاءات، اللي هو عقد اللقاءات ما بين الحكومه والعمال. انا لسه قايل امبارح انه لو في مشكله عند اي مواطن وقدر رئيس الحي او رئيس المدينه يحلها، لن يلجأ المواطن ده الى المحافظ. تمام. واذا لجأ للمحافظ وما عرفش يحلها هيضطر يلجأ للوزير. انت عارفة حضرتك دلوقتي في حاجة غريبة جدا، حاجات صغيرة سهلة جدا المواطن يناشد رئيس الجمهورية انه يحلها له، وتخطى المواطن كل المستويات الإدارية الأخرى ابتداء من رئيس الحي أو رئيس القرية وانتهاء برئيس الوزارة. لأنه يا إما حاجة من اتنين، يا إما هو بيثق في الرئيس قوي ومتصور ان الرئيس عيني شايل حمل ال 88 مليون بني آدم دول جوه مصر وبراها، وبالتالي هيحل مشاكل 88 مليون مواطن أول ما يصحى الصبح لغاية ما ينام إذا كان بينام. يا إما كل المستويات دي مش شايفة شغلها بالزبط. وبالتالي هو مش شايف إيجابية في الحل. تمام. حاجة أهم بقى إنه المواطن نفسه قد يبالغ في مطالبه. وأنا هقول لك وقعة غريبة جدا. امبارح كنا في قافلة طبية، احنا متطوعين، انا فكرت نعمل قوافل طبية، فعملت 2 في الوادي الجديد وعملت 2 في قرية اسمها ابو السحمة في مركز شبرخيت في البحيرة. تمام. كويس. فالقرية دي بيروح فيها اساتذة الطب من جامعة اسكندرية متطوعين بيومهم وبجهدهم وبعلمهم، وجايبين معهم ادوية. في مواطن جاب روشتة قال انا عيان وعايز الدواء ده، فادوله الدواء حطه في جيبه. وكان معانا امبارح محافظ البحيرة السابق اللي مشي من شهرين مصطفى هدهود، فراح له هو عارف شكله طبعا، قال له يا سيادة المحافظ انا عيان وعندي مش عارف ايه وما خدتش الدواء. فقال له لا ده سهل وبيقوله ما فيش دواء. فقال له لا تعال، خده الراجل وراح بيه الصيدلية. فالأخت الصيدلانية المتطوعة اللي جايبة الدواء من جيبها لسه صرفاه دلوقتي، لسه صرفاه، قالت له انا لسه مديهولك. قال لا متأكدة حضرتك؟ قالت له يا معالي المحافظ ده انا لسه مديهوله دلوقتي. هو سلوك المواطن حطه في جيبه المصري يجب ان حطه في جيبه ورجع تاني عايز دواء مره تانية، ولو لقى حد غير يعني لو جالي انا برضو كان هيجي يقول لي نفس الكلام. هذا هو
السلوك مش كل المواطنين كده يعني، لكن ده سلوك عام على فكرة، ده سلوك عام. فالمواطن الذي له حق يبالغ في مطالبه، يقول لك اللي يجي منهم يعني، هو يبقى له واحد هو يطلب عشرة، فيجي واحد يجي اثنين يجي ثلاثة، حده الأدنى اللي يجيله اللي هو حقه الطبيعي يعني. هو فبرضه الحكومة تتعرض لضغوط، والمواطنين تحت وطأة الحياة وصعوبتها بيتعرضوا لضغوط، احنا الاثنين بنضغط على بعض. نعم. بين الجميع اكيد. طب خلينا نروح كمان عنوان ثاني من جريده اليوم اخبار اليوم عفوا، الامير محمد بن سلمان: مصر صمام امان للامن القومي العربي، وزير الدفاع يبحث في السعوديه تعزيز عاصفه الحزم لتحقيق اهدافها. يعني يمكن عاصفه الحزم احنا مستمرين يعني تقريبا اكثر من اسبوعين تقريبا في العمليه لغايه دلوقتي، انت شايف تقييمك للعمليه، هل هي فعلا بتحقق اهدافها، واحنا الدور المصري في العمليه ده شكله عامل ازاي؟ أنا شايف أنه من حق السعودية الدفاع عن أمنها القومي، وهم بدأوا الحوثيين واللي بيسندوهم يهددوا بالفعل جنوب السعودية، وإحنا من حقنا كمصر يعني الدفاع عن أمننا القومي. طب. نحن لم نصنع أي شيء حتى هذه اللحظة، والناس برضو فكرة غلط. إحنا قواتنا البحرية في باب المندب حماية وتأمين للملاحة الدولية هي بس. احنا في يعني في امبارح يعني المتحدث باسم العملية قال لك ان مصر شنت ضربة جوية واحدة لغاية دلوقتي، ده من بقالنا حوالي اسبوعين ضربة جوية وحيدة عشان كمان تأمن خروج بعض المصريين. يعني نحن لسنا دولة عدوان، ولسنا دولة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة، لكن عندما يطلب من مصر المساندة أو المساعدة فمن واجبها اللي بتمارسه من أيام الفراعنة إنها تستجيب. وعندما قال الرئيس إنه شكل قوة عسكرية للتدخل لحماية الدول الشقيقة في السعودية والخليج، وتم إطلاق لو طلبتونا يبقى مسافة السكة، ده مش للعدوان ومش تدخل في الشؤون الخارجية الداخلية للدول، لكن لحماية الأمن القومي المصري. الأمن القومي المصري يمتد إلى ما بعد الخليج وإلى ما بعد المغرب. تمام. وفي مخططات يعني كمان خارجية من قبل دول إقليمية بتستهدف المنطقة كلها، يعني ممكن في تدخلات كثيرة شايفينها ممكن في أربع عواصم عربية. نحن نعيش مش أربع عواصم، نحن نعيش هذا المخطط. نحن جزء منه، أو ربما نحن في القلب في القلب منه. نحن نعيش هذا المخطط، ولولا إنه عناية ربنا بالشعب ده، ولولا إنه الشعب بدأ يفوق من اللي احنا كنا فيه ومجرين اليه بحسن نيه شديده جدا، كنا بقينا زي اي حد. تمام. طيب في اطار برضو حديثنا عن المخطط الذي يحاك للوطن في مصر سواء داخليا او خارجيا، جريده الشروق كتبت عن الوضع الامني وتطورات الوضع الامني: مقتل 5 مسلحين خطر في مواجهه مع الشرطه ببنها، ضبط اسلحه اليه وسيارات مسروقه واجهزه لاسلكي وملابس عسكريه بحوزه المتهمين. جميل. دول اولا مجرمين عاديين يعني مش سياسيين. والعنوان فيه خطا، انا مش عارف ليه دايما بصحح لهم الاخطاء. هم مش متهمين، هم قتلوا خلاص، يبقى متهمين في ايه يعني؟ هو مش رايح يقتل يقبض على متهمين، ده رايح يتعامل مع مجرمين عليهم قضايا واحكام. هم تعاملوا مع الشرطه بالسلاح فتم تصفيتهم يعني. وده شيء ايجابي على فكره يعني. طبعا. اللي يقولك بقى انت ازاي بتستخدم العنف وتقتل الناس، لا، انا بقتل المجرمين تطاولوا على الدولة، سرقوني وسرقوني وحاولوا يقتلوا الشرطة، لانه يعني الشرطة المفروض بقى ما تقعدش تتفرج على يعني عليهم وهم بيضربوهم بالنار ويطبطبوا عليهم عشان اخواننا بتوع حقوق الانسان واخواننا بتوع المنظمات الاهلية اللي يعني بيصوتوا لما مجرم حتى مش سياسي يحصل له حاجة، بينما الصمت التام عندما يسقط شهيد من الشرطة أو شهيد من الجيش، ودول ولادنا ودول ولادنا، حتى المجرم ده ابننا ابن المصريين يعني طبعا. لكن مجرم لابد أن يعامل بالقانون، والقانون إذا هو اعتدى عليه لازم اعتدى عليه. ده القرآن كده، اعتدوا عليك مثل ما اعتدى عليكم يعني. طيب اسمح لي برضو في الإطار ده عايزة يعني أعرف رأي حضرتك في جزئية مهمة ربما لم تكن يعني مطروحة من قبل وزارة الداخلية المصرية، وهو الاهتمام بحقوق الإنسان
أثناء التعامل مع المتهمين أو يعني التعامل مع المواطنين بشكل عام؟ يعني وزارة الداخلية إحنا كان في خبر قريناه النهاردة صباحا يعني خصصت رقم للاتصال أرقام. من قبل المواطنين أرقام بالفعل للإبلاغ عن أي حالات انتهاك لحقوق الإنسان. ده بتهيألي هل تتخيلي إن أنا ضد ده؟ ضده ليه يا أستاذ صبري؟ أقول لحضرتك إنه شيء يعني أعتقد جيد. لا هو شيء جيد إذا أحسن استخدامه. بالضبط. تمام. وهو أنا ضده لأنه لن يحسن استخدامه. يعني أي واحد دلوقتي في الشارع لن يحسن استخدامه من قبل المواطنين للأسف. أي واحد في الشارع مش هيعجبه ضابط هيروح تلغراف لوزارة الداخلية أو ورقة لوزارة الداخلية يجاب الضابط يتحقق معاه ويقول لك أنا زليته أنا عملته. لابد أن يتم هذا من خلال ضوابط. يعني ضوابط توضع للمواطن وتوضع لرجل الشرطة. تمام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عايز أقولك أنه ضباط الشرطة والمواطنين اللي بيتعاملوا معاهم الاتنين على طرفي نقيض مهما كانت علاقتنا بالشرطة تحسنت لأنه أنا مجرم أو بمارس حاجة خطأ حتى بلاش مجرم أنا ماشي في اتجاه ممنوع لو ضابط وقفني أو خد نمرتي هبقى عدوي. والضابط دلوقتي بعضهم مش كلهم برضه عشان نقول عادت ممارسات بعض ضباط وافراد الشرطه العنيفه. بالظبط بالظبط وكلنا بنشتكي منها. فعلينا انه احنا لا نسمح بعوده الممارسات العنيفه من خلال قواعد تضعها وزاره الداخليه لمحاسبه افرادها. تمام. انا مع ان حضرتك لك حق في انك تشتكي ضابط او عسكري او مجند او امين شرطه اساء استخدام سلطته معاك. تمام. لكن ما ينفعش اقول له يا ابن الفلان فهو يقول لي انت ابن 60 فلان واروح اشتكيه. يعني انا الاول ما كنش متجاوز. تمام. عشان لما اروح اشتكيه ابقى قوي. لكن انا للاسف ببقى متجاوز ولما هو يتجاوز معايا احنا الاثنين تجاوزنا واروح انا اشتكيه. تمام. بس هي فكره لو التجاوز انا طب انا هوصل ازاي او اعرف اوصل له ازاي او اشتكيه ازاي او اعمل فهي دي يمكن الفكره من الارقام اللي خصصتها وزاره الداخليه هتلاقي ده متنفس للمواطن اللي هو يعرف انا ما عنديش مشكله. انا بقول لحضرتك انا مؤيد لهذه الفكره تماما ودي فكره متحضره. تمام. لكن هي معموله هل سوف يتم محاسبه من يثبت تقصيره بجد؟ نمره واحد. نمره اثنين اعلان الاليه. يعني انا لما في ضابط أخطأ في حق مواطن أو عسكري أخطأ في حق أعلن الآلية أقول والله أنا جالي يوم 20 كذا شكوى من المواطنة فلانة. تمام. حققت فيها لقيتها مش غلطانة والضابط بتاعنا غلطان وتم توقيع العقاب عليه. يعني يتم استخدامها في اطار صحيح وسليم. ده بدأ يحصل في الفتره دي وبنشوف يعني وده اللي احنا بنحبه. ده اللي احنا عايزينه. بدانا نسمع اللي فيه ضباط تحولوا للتحقيق عشان عملوا كذا بالزبط. وفي ومناء شرطه عملوا كذا فتحولوا للتحقيق وفي كذا. هو توجه محمود يعني الوزاره. استاذ شعبان عايز اقول لك انه المواطن قاضي ضابط شرطه. تمام. صحفي هو مواطن في الاول وفي الاخر. اكيد. لا يسمح له بالتجاوز. تمام. ولا يسمح له بأن يتجاوز ضده. تمام. يعني الاثنين. تمام. يعني خلينا نروح لموضوع كمان. تمام. من أخبار اليوم والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية غدا اجتماع طارئ للجنة الانتخابات وانتهاء التعديلات خلال 20 يوما. لجنة الانتخابات مستعدون والمرحلة الأولى في 20 من رمضان إذا صدرت القوانين. يعني احنا خلاص يعني احنا بصدد دلوقتي خلاص عرفنا الانتخابات هتبقى امتى ولا لسه برضو في جدال وفي خلاف حوالين الموضوع ده؟ يعني على فكرة الشهر اللي الرئيس اداه للحكومة مهلة خلص. ولسه بنجتمع. تمام. ولسه بنشوف الناس عايزة ايه ولسه الناس بتغير آراءها. يعني اللي كانوا عايزين 4 قوائم لأنهم رافضين 8 دلوقتي رجعوا يقولوا عايزين. على فكرة دي آسف أقول لك يعني ويزعلوا مني زي ما هم عايزين دي حجة البليد. ليست لهذه الأحزاب أي أرضية تأثير صحيح. أي تأثير على المواطن واحد. إخواننا أصحاب الوجاهة السياسية والوجاهة الاجتماعية لأنهم مجرد أصحاب يافطة وشقة ولا فيلا فيها مقر الحزب وفيها شوية أعضاء قرايب وأصحاب ومعارف ديول أصحاب وجاهة سياسية يبحثون عن الوجاهة السياسية والاجتماعية ويقعدوا يوهمونا ويهموا المواطنين انه هم اصحاب تاثير. هم تاثير على الحكومه التي تحاول ارضاء الجميع وتفشل في ارضاء احد.
تمام. لانه ارضاء الجميع ده غايه صعب جدا بالتاكيد. طب يعني سريعا لانه وقتنا انتهى، هل تعتقد بالفعل انه هيتم اجراء الانتخابات في اواخر شهر رمضان؟ لا الانتخابات سوف تتم لانه ده استحقاق ولكن في خارطه الطريق ثلاثه. التوقيت المتوقع شوف هم يعني برضه بيتحججوا انه رمضان مش حدش هينزل ومحدش هيطلع ومحدش، لكن ده استحقاق هيتم يوم 20 رمضان، يوم 1 بعد كده، يوم 2 سوف يتم هذا الاستحقاق. انا نفسي اشوف ان يعني الاحزاب دي بتشتغل على الارض انها تبقى وسط المواطنين. انزل حضرتك كمواطن واسال اي مواطن في الشارع، وقفه كده قول له انت تعرف ايه غير مثلا الوفد والتجمع ومش عارف ايه؟ دول وصلوا 86 حزب بشكل رسمي، 96 حزب بشكل رسمي، وفي تاني 15 او 16 في مشاكل على رأس الحزب. نحن لازم نغلب المصلحة العامة للبلد طبعاً. وبعدين هقول لك حاجة، المواطن لا يهمه دلوقتي مين جاي ومين رايح، ولا هو هنا ولا هو في هذا الحوار. وبعدين أنا مش فاهم كيف تدير الحكومة حواراً سياسياً، ليه؟ يعني ليه تدخل في شؤون الأحزاب؟ هي محاولة يعني للتعرف على رؤى ومواقف الأحزاب السياسية المختلفة بشأن الانتخابات. الحكومة ما عندهاش حزب ولا تمثل حزب، بس هي بتمثل الجهه الحكوميه اللي هتقوم باداره هذه الانتخابات وهتطبق الاداره. حضرتك قلت ايه؟ اداره يعني عمليه اداريه انها توفر المقار وتوفر اللوجستيات للي هيتنقلوا للمقار، دي عمليه اداريه ليس هناك وضع تعديلات. يا جماعه الرئيس قال مليون مره انه لا يتحزب لاحد اكيد، ولا يعني ينقاد لطرف على حساب طرف آخر، لا طبعا ضد الشعب. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ صبري الجندي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. شكرا يا فندم، صباح الخير وأهلا وسهلا ويوم جديد علينا وعليكم. شكرا حضرتك يا فندم. يعني ودلوقتي